لكل مرة تأخذ خطوة 200 عضلة تعمل بتناغم، لترفع قدميك لتدفعها للأمام لتنزلها إلى الأسفل. إنها فقط واحدة من عدة 1000 من المهام التي يتم أداؤها بواسطة الجهاز العضلي. هذه الشبكة المكونة من أكثر من 650 عضلة تغطي الجسم، وهي سبب في جعلنا نرمش، نبتسم، نجري، نقفز ونقف بشكل مستقيم، وهي مسؤولة حتى عن ضربات القلب المعتمد عليها. في البداية، ما هو الجهاز العضلي بالتحديد؟ هو جهاز مكون من 3 أنواع عضلية رئيسة: العضلات الهيكلية وهي التي تلتصق بعظامنا، العضلات القلبية والتي تشكل عضلات القلب وتوجد فقط في القلب، العضلات الملساء والتي سبق وذكرنا توجد في المعدة والأوعية الدموية وبعض أعضاء الجسم مثل الرحم أيضا. جميع هذه الأنواع مصنوعة من خلايا عضلية تعرف أيضا بالألياف العضلية، مجمعة مع بعضها بإحكام، وهذه الحزم تستقبل إشارات من الجهاز العصبي تجعل الألياف العضلية تنبض، والتي بدورها تنتج القوة والحركة. هذا يقدم غالبا كل الحركات التي نفعلها. يوجد فقط في أجزاء الجسم التي لا يتحكم في حركتها الجهاز العضلي، وهي الحيوانات المنوية، الأهداب في الشعب الهوائية، وبعض كريات الدم البيضاء. انقباض العضلات يمكن تقسيمه إلى 3 أنواع رئيسية. أول نوعين هي تقصير الألياف العضلية وتطويلها، إنتاج قوة متعاكسة، لذلك ستنقبض العضلة ذات الرأسين بينما تتمدد العضلة ذات 3 رؤوس، مما ينتج عنه سحب الذراع وجعله ينحني في بعض الأوقات. هذا يسمح لنا بفعل العديد من الأشياء مثل رفع الكتاب، أو إذا تم عكسه على علاقة العضلات نضعه أرضا. هذه الشراكة المتكاملة موجودة من خلال الجهاز العصبي، فبعض العضلات تنبسط بالمقابلة الأخرى تنقبض. النوع الثالث من الانقباض يكون بشكل مباشر مثل ما في هذه الحالة، لا يحدث تغير في طول الألياف العضلية، ولكن بدلا من ذلك تبقى العضلة جامدة، مما يسمح لنا بإمساك كوب القهوة أو كوب الشاي أو حتى الاتكاء على الجدار. هو أيضا يحافظ على وضعية الجسد بواسطة الوقوف بشكل مستقيم. تشكل العضلات الهيكلية الجزء الأكبر من الجهاز العضلي، تشكل حوالي من 30 إلى 40% من وزن الإنسان وتنتج معظم حركته. بعض العضلات مألوفة لدينا مثل العضلة الصدرية والعضلة ذات الرأسين، والعضلات الأخرى قد تكون أصغر مثل عضلة الموبقة وهي عضلة تعلق خديك على أسنانك، أو مثل أصغر عضلة هيكلية في الجسم طولها 1 ملليمتر على أجزاء نسيجية تسمى بالعضلة الركابية وهي تقع في داخل الأذن. أينما تقع العضلات فهي متصلة بالجهاز العصبي الجسدي الإرادي، فحركتنا في العضلات الإرادية هي حركة عضلية إرادية تكون بحركتنا بإرادتنا. هذه المجموعة من العضلات تحتوي أيضا على نوعين من الألياف لتحسين حركتنا وأكثر: بطيئة الانقباض وسريعة الانقباض. الألياف العضلية سريعة الانقباض تعمل على فور عند تم حركتها، ولكنها تستهلك طاقة بسرعة ثم تتعب. أما في الناحية الأخرى، الألياف العضلية بطيئة الانقباض لديها خلايا دائمة تعمل وتستهلك طاقتها ببطء، لذلك يمكن أن تعمل لفترة أطول. ستراكم ألياف عضلية سريعة الانقباض أكثر في ساق العداءة من خلال الممارسة المستمرة، مما يمكنها أن تأخذ خطوات سريعة ومتقاربة. بينما تحتوي عضلات الظهر على ألياف عضلية بطيئة الانقباض لتحافظ على استقامتك مدة طويلة. بعكس العضلات الهيكلية، تكون العضلات القلبية والعضلات الملساء تحت تحكم الجهاز العصبي اللا إرادي خارج سيطرتنا المباشرة. ذلك يجعل قلبك ينبض ما يقارب 3 مليارات مرة على مدى حياتك، والذي يغذي الجسم بالدم والأكسجين.
أيضا يتحكم الجهاز العصبي اللا إرادي بانقباض وارتخاء العضلات الملساء في دورات إيقاعية ومتجانسة، ذلك يضخ الدم من خلال الجدران الداخلية الملساء داخل الأوعية الدموية، مما يمكن الأمعاء من تقلصها ودفع الطعام في داخل الجهاز الهضمي، ويسمح للرحم بالانقباض في حالة الولادة. مثلما أن العضلات تعمل، هي أيضا تستهلك طاقة وتقدم منتجات حيوية مهمة مثل الحرارة. في الواقع حوالي 85% من حرارتك يتم توفيرها بواسطة العضلات، حيث يوزع القلب والأوعية الدموية هذه الحرارة على الجسم عبر الدم. بدون ذلك لن نستطيع أن نحافظ على الحرارة اللازمة التي تبقينا على قيد الحياة. ربما يكون معظم الجهاز العضلي غير ظاهر لنا، ولكنه يضع بصمته على أغلب الأشياء التي نفعلها. تركيب العضلة الهيكلية ونظرية الخيوط المنزلقة. فنتعرف على تركيب العضلة والعضلات الهيكلية. تكون العضلة الهيكلية من حزمة عضلية، وكل حزمة عضلية تحتوي بداخلها على مجموعة من الألياف العضلية، وتحتوي هذه الألياف العضلية على عدد كبير من الليفات العضلية، يسمى كل منها الليف العضلي، وتشكل القطعة العضلية الوحدة الأساسية في تركيب هذا الليف. في داخل هذه القطعة العضلية تحتوي على خيوط سميكة من الميوسين والأكتين. الخيوط الرفيعة تسمى بالأكتين، والخيوط السميكة تسمى بالميوسين. تساعد حركة خيوط الأكتين والميوسين على حركة العضلات، والذي يبين تداخل أو انزلاق هذه الخيوط البروتينية، مما يؤدي إلى انقباض العضلة، ثم تعود العضلة إلى وضعها الطبيعي في حالة الانبساط كما هو موضح في الشكل. وتتكرر تلك الحركات مع عدد كبير من الألياف العضلية، مما يؤدي إلى انقباض العضلات، وهذه الحركة تساعد على حركة الجسم وحركة عضلات الجسم. أعزائي الطلبة، في الكتاب صفحة 53 موضح ما قمنا بشرحه قبل قليل، والذي يبين تركيب العضلة الهيكلية. تصنف العضلات إلى ثلاثة أنواع كما سبقنا بالذكر: عضلات قلبية وعضلات ملساء والعضلات الهيكلية. العضلات الملساء والعضلات القلبية ذات حركة لا إرادية، أما النوع الثالث وهي العضلات الهيكلية المخططة، هي عضلات إرادية الحركة ترتبط بالهيكل العظمي، ووظيفة الأساسية المساهمة في الحركة والدعامة معا. لو لاحظنا أعزائي الطلبة تركيب العضلة الهيكلية، فالعضلة الهيكلية تتكون من مجموعة من الحزم العضلية، وتتكون كل حزمة عضلية من خلايا متخصصة تدعى بالألياف العضلية أو مفردها الليف العضلي. وفي كل ليف عضلي، لاحظنا في الفيديو السابق، يتكون من الخيوط البروتينية التي تسمى بالأكتين وبالميوسين. ونلاحظ أن العضلات ترتبط بالعظام عن طريق الأوتار، ويغطي سطح العضلة من الخارج بالنسيج الضم. إذن مما تتكون كل حزمة عضلية؟ تتكون من مجموعة من الخلايا المتخصصة التي تدعى بالألياف. ما اسم التركيب في العضلة الذي يمثل الخلية العضلية الهيكلية؟ الذي يمثل الخلية العضلية الهيكلية هو الليف العضلي، أي هو وحدة بنائها. ما الذي يربط العظام بالعضلات؟ الذي يربط العظام بالعضلات هي الأوتار. في هذا الشكل يوضح لدينا حركة العضلات أو كيف تتم حالة الانقباض والانبساط. في الشكل ألف يوضح لدينا حالة الانبساط، وفي الشكل باء يوضح لدينا حالة الانقباض. لقد ذكرنا سابقا أنه عندما تبتعد خيوط الميوسين والأكتين عن بعضها البعض، تكون العضلة في حالة الانبساط، فتكون طويلة
ورفيعة متمددة، أما في حالة الانقباض تكون العضلة قصيرة وسمكها أكبر بسبب اقتراب خيوط الأكتين والميوسين من بعضها البعض. هذه الخيوط السميكة هي خيوط الميوسين، والخيوط الرفيعة باللون الأزرق هي خيوط الأكتين. إذن تساعد حركة خيوط الأكتين والميوسين على حركة العضلات، وهذا يبين أنت عن طريق انزلاق الخيوط البروتينية ويؤدي إلى انقباض العضلة، ومن ثم تعود العضلة إلى وضعها الطبيعي في حالة الانبساط. إلى هنا ينتهي درسنا عن الجهاز العضلي. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الدرس. أعزائي الطلبة، أكلفكم بقضية البحث في صفحة 54.